وصلنا لفقرتنا الطبية اليوم لنحكي فيها عن بطانة الرحم المهاجرة. طبعا هي بطانة الرحم المهاجرة بتحدث لما بينمو نسيج بيشبه بطانة الرحم الداخلي لكن بينمو أو بيصير بأماكن أخرى خارج الرحم. هذه المشكلة كتير بتسبب مشاكل عند النساء، منها مشاكل الإنجاب، الخصوبة وأيضا آلام شديدة. اليوم أسئلة كتير رح تجاوبنا عليها ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الدكتورة ريم زيتون، اختصاصية جراحة نسائية وتوليد. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. صباح أهلا وسهلا. كيف المطر اليوم؟ ما شاء الله ربعت الخير. دكتورة خلينا هيك نروح لهذا الموضوع الشائع، كنا عم نقول وفي نسبة كتير كبيرة منتشر بين النساء. صحيح. ولكن طبيا اليوم إذا حبينا نعرف شو هي بطانة الرحم المهاجرة وكيف تتشكل عند الصبية؟ هلا بطانة الرحم المهاجرة اسمها من اسمها نحن فينا نقول بطانة هاجرة، يعني انزراعات خلوية تشبه بطانة الرحم بأماكن غير أماكن وجودها الطبيعي اللي لازم تكون موجودة فيه. فمنلاقيها بغير ما بغير بطانة الرحم، نلاقيها على الأبواق، على المبيضين، على الأمعاء، على المثاني، على المستقيم، بالحوض، على البرتوان، ممكن نشوفها بالرئتين. نعم. بأي مكان ممكن نشوفها. هيك اسمها اندومتريوز، بالإنجليزي الاندومتريوز أو بطانة رحم هاجرة، يعني انزراعات إمبلانس موجودة بغير أماكن وجودها الحقيقي اللي هو بطانة الرحم، فممكن تنتشر من بوق فالوب امتدادا للمبيضين، للحوض، للامعاء، للمثاني، للرئتين، لجوف البرتوان. غريب دكتورة، يعني اليوم عم تعطينا معلومة انه نحن بجوز الصبايا مفكرين بس بالرحم اليوم تماما. ممكن تتشكل اليوم نحن وصلنا للرئتين، يعني انه ممكن. صح. هلا هو نحن عم نقول هاجرة، يعني نحن عم نقول هاجرة يعني مكان وجودها الطبيعي طبيعي نوجد بالبطانة، هي تشكل زهاري ببطن بطانة الرحم. فإذا نوجد بأماكن مكان تاني صار مكان شاذ، صار مكان غلط، صار بيؤدي لا حالة مرضية صفير، وبقى صفيت حالة طبيعية. طيب صحيح. دكتورة قبل ما نروح ونحكي بالأعراض خلينا نحكي بالأسباب، شو الأسباب الأساسية اللي بتؤدي لهذا الشيء ومين هنون يمكن الأعمار اللي أكثر عرضة لهذا الشيء؟ هلا نحن بنشوفها طبعا بنشوفها بسن النشاط التناسلي بدءا من اول دوره طمسيه لحد سن الياس، تظاهراتها بتكون من اول دوره طمسيه لسن الياس، هاي سن النشاط التناسلي فينا نقول، لانه اللي بغذيها هو هرمون الاستروجين، هرمون النشاط التناسلي، هرمون الانوثه، فلذلك بنلاقيها او بنشوفها حصرا بسن النشاط التناسلي. اما اسبابها بتختلف كثير، فعندنا تنوع بالاسباب، بس لما بتجينا مريضه فينا نحدد لها سبب واضح لها انه ليش عندها هي اندومتريوز. اكيد ما فينا دائما نقول هذا السبب هو الاكيد المرجح لحدوث اندومتريوز عندها او بطانه رحم هاجره. هلا الاسباب عندنا بتختلف بين كذا سبب رجحوا العلماء، بس ما في شيء مؤكد طبعا برجع بقول لك. فاول سبب الاكبر من نقول الطمس الراجع، يعني امتداد النزف الطمسي بدل ما ينزل كله في شيء قسم منه ممكن يرجع شوي على البطن. اذا كان موجود في خلايا بطانه رحميه ممكن تساوي امبلانتس انغراسات بقلب الحوض او على اي عضو ثاني بالبطن وتساوي لنا هذا الشيء اسمه الاندومتريوز. هذا السبب الاول والكبير. في عندنا شيء اسمه ثاني الخلايا الجنينيه، ممكن خلايا جنينيه او خلايا جذعيه تتحول بسبب من الاسباب استروجين داخلي استروجين خارجي تحول لخلايا اندومتريوزيه وتسبب كمان مرض الاندومتريوز عند الصبايا. في عندنا كمان العمليات الجراحيه. كمان بصراحه العمليات الجراحيه احيانا ممكن تنقل بعض الخلايا البطانيه الرحميه بعد عمليات الجراحيه على الرحم، تنتقل لمكان ثاني تساوي انغراسات تتشكل عندها اندومتريوز في وقت لاحق. هي الاسباب الاهم. وفي عندنا اخر سبب مرجح كمان انه مشكله بجهاز المناعي، انه الخلايا المناعيه عندنا ما عم تتعرف على خلايا بطانه الرحم باماكن غير اماكن وجودها الطبيعيه، فهون ما لعبت هاجمه ولعبت خربها فعم تتكاثر وتعمل اندومتريوز بهذا المكان. طيب دكتوره اذا بدنا نروح لموضوع التشخيص، يعني وقت الصبيه بتجي لعند حضرتك وعندها هي المشكله تشخيصيا كيف بتتم المتابعه؟ هلا ما في صبيه بتجي بتقول لك انا عندي اندومتريوز او شاكه بحالها عندها اعراض، اليوم في اعراض وانها بتختلف. هلا بيجوا الصبايا، هلا التشخيص نحن بنبلش فيه بالفحص، فحص النسائي طبعا، بعدين ممكن نلجا للايكو. على الايكو ممكن نشوف العقد او الكيسات او الكتل او الكيسات الشوكولاتيه الموجوده بالبطن،
ممكن بعدين نتحول MRI المرنان لنأكد ونشخص ونحدد مكان الانتشارات. بعدين ممكن نلجأ آخر مرحلة والأهم التنظير، تنظير البطن. بنعمل تنظير، بنشوف الانزراعات عيانياً يعني على المنظار عنا الكاميرا، وممكن ناخذ خزعات نبعتها على التشريح المرضي ونأكد الموضوع طبعاً. تماماً. طب اليوم الصبية يمكن ما تكتشف هذا الشيء، بجوز أنه تحس أنه هاي أعراض عادية، تقلبات، في مؤشرات ممكن تكون زايدة عن حدها مثل ما بيقولوا أنه هي فعلاً عندها هذا الشيء. هلأ المؤشرات، أكيد في مؤشرات بتكون زايدة عن حدها، بتدل بتراجع فيها الصبية أو ممكن تشك بحالة أنه عندها هذا المرض. هلأ العرض الأشيع والأهم هو عنا الألم. الألم اللي بيرافق الاندوميتريوز، الألم اللي بيرافق الاندوميتريوز له صفات خاصة بصراحة. صفاته أنه ببلش قبل الطمس، ممكن أسبوع زمان، بيضل لأيام الطمس، بيشتد طبعاً أيام الطمس، وبيروح الطمس تخلص الدورة الطمسية والمريضة موجوعة، يعني بتضل موجوعة. هذا صفته ألم، ألم الطمسي. الشدة، ألم الطمسي بالإندوماتريوز شديد، يعني بتوصف لك المريضة غير محتمل. تمام؟ مو ألم عادي، يعني كل النساء، ثلث النساء أو ثلثين النساء عندهم ألم طمسي بصير أحيانا، بس ألم عادي، يعني المسكنات بتاخذ أي نوع مسكن ممكن يروح، بس ألم الإندوميتريوز بصراحة ما بيخف على المسكنات. هون لازم تنتبه. وين بتركز الوجع دكتورة أكثر شيء؟ هلا أغلب الوجع ممكن يتركز بسفل البطن، اللي بطني أو سفل الظهر. تمام؟ هذا الألم الوصفي يعني. هي الأعراض الأهم. فينا نقول العرض الثاني نفخة، تناوب امساك واسهال، نزف طمسي غزير، نزوف بين الطموس، ممكن نشوف اعدم بين الطموس، بول مدمى، اذا كان في انزراعات بالمثانه ممكن نشوف بول مدمى او براز مدمى. تمام. غثيان، تعب، يعني اكتئاب، تدخل حاله اكتئاب بالطمس، قلق، يعني كثير شغلات. طيب هدول الأعراض هنن ثابتين عند كل الصبايا دكتورة؟ اليوم ممكن يشعروا فيها جميع الصبايا أو اليوم لا تختلف من صبية لأخرى؟ يعني يمكن قلتي لي حضرتك أنه في أحيانا بيكون صامت، يعني ما بتشعر الصبية. صح. هلأ نحن اللي كيل الاندوميتريوز سالوس أو أعراضه لا سالوس بنشخصها، عسر طمس، عسر جماع، عسر تغوط. تمام. هدول الثلاثه بيرجحونا كثير الاندوميتريوز، وممكن يوجهونا انه نشك فيه لندور ونشخص عليه بالوسائل التشخيصيه اللي عندنا. بتجينا المريضه حالات الالم بتختلف بين مريضه ومريضه، مو شرط انه الالم عندها شديد يكون اندوميتريوز درجه رابعه مثلا. نعم. في ناس عندها الاندوميتريوز كثير مشتد وما تحس بالم خفيف، في ناس بيجونا بالم شديد وبتكون بصراحه ببدايتها لسه مجرد امبلانس، انزراعات بسيطه يعني. فالالم ما بدل على شده المرض ابدا ابدا. طب إذا بدنا نحكي اليوم عن التقلبات أو التغيرات الهرمونية، كيف ممكن أن تأثر على بطانة الرحم المهاجرة؟ طبعاً الاندوميتريوز هو مرتبط جداً بهرمون الأستروجين، فلذلك التغيرات الهرمونية بالدورة الطمسية هي اللي بتأثر على الاندوميتريوز وتخليه يشتد ويزيد. الهرمون المغذي للاندوميتريوز هو الاستروجين، فلذلك نحن قلت لك من البدايه انه بيصير بمرحله النشاط التناسلي من اول دوره طمسيه لاخر دوره طمسيه، بخف بعد سنه الياس، وقبل البلوغ ما بيكون موجود ولا له اعراض، فلذلك هو هرمون النشاط التناسلي هو السبب الاساسي بالاندوميتريوز. طيب دكتوره هاي الحاله عم نحكي عليها وعرفناها، حكينا اسباب اعراض، هل اليوم علاجيا في شفاء نهائي منها؟ يمكن لا. ما هلا بصراحه ما له علاج، ولكن هو حاله مزمنه للاسف، يعني حاله مزمنه، علاج ما في عنا. احنا بنعالج بشكل عرضي تخفيف الاعراض المرافقه للاندوميتريوز. كيف يعني دكتور؟ اليوم شو اهم الخطوات الاستخداميه مع المريضه؟ اهم خطوه بصراحه بالعلاج هو الاكتشاف المبكر. لما انت بتكتشفي الحاله بمرحله مبكره، بتعطي هرمونات، علاج هرموني لنوقف امتداد الاندوميتريوز او تقدم الاندوميتريوز. هذا الهدف الاساسي نحن بالكشف المبكر او بالعلاج، يعني انه نكشف مبكر من علاج هرموني نوقف التطور المرض. اما علاج ينهي او شفاء تام له بصراحه ما في شفاء تام ابدا.
هل بعض الأدوية ممكن تأثر أو تزيد حدة الألم للسيدات أو الصبايا اللي عندهم هي الحالة بطانة الرحم المهاجرة؟ ممكن بعض الأدوية تهيج هي الحالة عندهم أو تزيد من حدتها؟ هلا أدوية مخصصة تهيج ما في إلا إذا بتاخد استروجينات خارجية. هلا الهرمون الاستروجين هو الوحيد ممكن يأجج الحالة ويساوي لها فوعة زيادة أو يشتد الألم عند المريضة، بس اما شيء ثاني بصراحه ما في ابدا اي شيء. طيب اليوم العلم يوم عن يوم عم يتطور، في ابحاث جديده، في دراسات جديده، هل اليوم في شيء جديد بهذا المجال بعلاج بطانه الرحم؟ هل احنا اتفقنا مع الى علاج، ولكن علميا يعني في شيء جديد؟ هلا للاسف يعني ما في شيء جديد انه يشفي بطانه الرحم او خلصنا من هذا المرض على الاخر، نحن بنعالج بشكل تلطيفي مثل ما قلت لك بالهرمونات لنوقف تطور المرض وسير المرض وفوعته. وممكن نعالج بشكل جراحي خلال تنظير الباطن، نستأصل الآفات الموجودة بالبطن أو بأي مكان موجودة، نعمل تخسير، استئصال، كي، وبعدين نعطي هرمونات لفترة طويلة من الزمن مشان توقف أو تتصبط ومع التنمو. هذا الحل الموجود حاليا. طب القصص الجراحية هل ممكن يكون لها تأثيرات اليوم على السيدات وخصوصا يمكن مراحل الإنجاب أو حتى الصبايا؟ كثير يمكن بخافوا من إجراء العمليات الجراحية، بيقول لك أنه لسه بكير على هدول القصص، ممكن يكون في لها فعلا تأثيرات عليهم؟ هلأ نحن بنلجأ بالجراحة حالات محددة، يعني بصراحة لما بتشكل عنا بنلاقي عندها كيسة شوكولاتية مؤلمة، مريضة جايتنا قصة ألم شديد، بنلاقي عندها كيسة مبين محتواها مدمر كذا، بتكون هي كيسة شوكولاتية بسبب الاندومتريوز، هي ما لها حل غير نتداخل جراحيا نخسر بطانة أو في إذا فينا نستأصلها كامل مستأصلة. مرضى العقم، اندومتريوز بالمرحلة الشديدة بيؤدي العقم بصراحة، فمرضى العقم نحن من معالجة تلطيفية أو مساعدة لأطباء طفل الأنبوب إنه مشان نجاح طفل الأنبوب عندهم، فمن ممكن نتدخل بشكل جراحي نخفف من حدة الموجودة بالبطن الاندومتريوز. بعد سن اليأس أو حوالي سن اليأس ممكن نلجأ لاستئصال رحم، مبايض، ملحقات، الإمبلانتس الموجودة، وكها معالجة تلطيفية مو أكثر من هيك. طيب دكتورة عم تقولي حضرتك إنه ممكن في كثير من الحالات انه يصل الموضوع لموضوع العقم عند الانثى، يعني اليوم ايمت ممكن يصل لهي المرحله؟ يعني الانثى ايمت توصل لموضوع انه صار في عقم بسبب الاهمال، بسبب عدم مراجعه الطبيب بالوقت المناسب؟ هلا اكيد مثل ما قلتي صح، هلا انا قلت لك اول درجه الوعي. الوعي كثير بيلعب دور، لما المريضه عم تحس انه في شيء غلط عندها بالدوره التمسيه او في اعراض مو صح تراجع فورا، نبحث نحن، بنعمل اجراءاتنا التشخيصيه، مجرد اكتشاف المرض بنعطي معالجات بتخفف سير المرض ليشتد ليصير اشد يوصل لمرحله مع المريضه عقم. فهمتي علي شلون؟ نحن عندنا المرض نحن اربع مستويات تقريبا، مستوى اول ثاني ثالث رابع، يعني العقم بصير بالمرحله الرابعه، فاذا المريضه راجعت من بدايه اعراض وانكشف المرض فنحن بنعطي الهرمونات اللازمه توقف لسير المرض، ما بتدخل بوصل لمرحله العقم. انت علي كيف؟ اكيد دكتوره بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمتيها، واكيد بنتمنى السلامه لجميع السيدات والصبايا. شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم. شكرا لكم.